وينضم إلينا عبر الهاتف لمناقشة هذا الموضوع الأمين العام للتيار الوطني السوري الأستاذ حسان الشلبي. سيد حسان، يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لديها تصريحات وصفت بأنها شبه متراجعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن تحدث عن القصف بصواريخ ذكية يتحدث بعد ذلك أنه لم يعلن موعد الهجوم ومن الممكن ألا يعلن. هل هي في الأخير حرب تصريحات فقط أم أننا سنشهد بالفعل ضربة عسكرية للنظام السوري؟ السلام عليكم أخي الكريم. بلا شك ما يجري من الرئيس الأمريكي والتصريحات الأمريكية اعتدنا عليه نحن كسوريين على أنه لا يمكن أن يكون من أجل مصلحة الحالة السورية، ولن يكون من أجل معاقبة نظام دموي سفاك يتمتع بغطاء جوي ويتمتع بغطاء دبلوماسي روسي إيراني من أجل بقاء واستمراره في السلطة لتحقيق مصالح تلك الدول بشكل أو بآخر. لا نستغرب هذا الأمر نهائيا، هي مجرد حرب تصريحات إلى هذه المرحلة، قد تشهد الخروج عن ذلك بسيناريو بشكل أو ما من أجل حفظ ما وجه أمريكا من جهة، ومن أجل تحقيق مصالح متبادلة على مستوى الأرض نتيجة أن الدب الروسي قد خرج عن السيطرة بشكل أو بآخر من نظر الإدارة الأمريكية، وهي تحاول أن تعيده إلى طاولة المفاوضات من أجل عقد صفقات تعيد للإدارة الأمريكية بعضا من النفوذ التي فقدته خلال المرحلة الماضية بسبب انشغالها بالوضع الداخلي على مستوى الرئاسة الأمريكية والاتهامات الموجهة باتجاه الرئيس ترامب. ولكن دكتور حسان، أنت تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على ما يوصف بمناطق النفوذ والثروة في الأراضي السورية، ما الجديد؟ سيد الكريم، ليست القضية هي فقط مجرد مناطق نفوذ، بلا شك أن أمريكا تقود حملة عسكرية بالوكالة من خلال القيادة الروسية، لا تحاول أن تغرق في مستنقع جديد كما كان الحال في العراق أو في أفغانستان، هي اعتادت على هذه الحرب الآن بشكل أو بآخر، لكنها تريد أن تتوسع باتجاه ما يرضي حليفتها إسرائيل بسبب الآن تعمق النفوذ الإيراني في المنطقة وهو ما لا ترضاه إسرائيل بشكل من الأحوال. أضف على أن النظام الأسدي إذا لم يوجه له ضربة أو يعاقب أو يقع أمام الأمر الواقع بشكل أو بآخر من الممكن أن يتمادى إلى أبعد من ذلك باعتباره على أنه مجرد ميليشيات بيد الروس من أجل تطبيق أجندة ما لتحقيق إعادة القوة والتوازن للحالة الروسية بعد أن فقدته في المراحل الماضية بسبب الوضع الروسي المتدني خلال المرحلة الماضية. الأمر لا يعد أكثر من ذلك، علينا أن لا نكون أكثر تفاؤلا، علينا أن نقول على أن الإدارة الأمريكية والإدارة الروسية تبحثان الآن عن مصالح مشتركة. يستهلك الآن الشعوب بضوء هذه المهاترات الكلامية سواء من ترامب أو الدبلوماسية الدولية التي تحاول أن تقلل نوعا ما من عملية السقوط الإنساني للمجتمع الدولي أمام المآسي التي تجري على الأرض السورية وآخرها استخدام الغاز. لا يستطيع العالم أن ينكر ذلك برغم التصريحات التي تقول أنه ليس هناك دلائل. نحن نتكلم عن مشاهدة حية، نتكلم عن صور فاضحة، نتكلم عن مأساة حقيقية لا يمكن أن تنكر بشكل أو بآخر. من الممكن أن نتوقع خلال المرحلة الماضية توجيه الاتهامات لعدو آخر يتفق عليه الإدارة الروسية عليه الإدارة الأمريكية، وربما تدفع إيران ثمنا من ذلك، وربما تدفع بعض الجماعات الإسلامية التي راهنت خلال دكتور حسان يعني أيضا التدخل الغربي في سوريا في هذا الوقت متزايد بشكل كبير. هناك تصريحات من المملكة المتحدة بريطانيا، تصريحات من أيضا فرنسا، تصريحات حتى من إيطاليا عدم المشاركة المباشرة. هل أصبحت سوريا مرتعا لكل القوى الكبرى في العالم بهذا الشكل حتى تقرر هي متى ستقوم بضربة عسكرية وما تأثير ذلك على المواطن السوري؟ سيد الكريم، تأثيره على المواطن السوري لم يعد يتأثر بذلك بتاتا، ولا يقيم لهذه التصريحات أي عمق أو أي بعد، لأنه يعي على أن الإنسانية سقطت، لأنه يعي أن الدول الغربية والدول وأمريكا والمجتمع الدولي يخوضون حرب وكالة فقط على الأرض السورية من أجل تحقيق مصالحهم ليس أقل وليس أكثر. فلذلك لا نريد أن نعكس ذلك على الشارع السوري، الشارع السوري مر من هذه مل من هذه المهاترات،
يعي على أنه يقاد نحو حدفه، يعي على أن الإنسانية قد تم تدميرها. كنا تكلمنا على أن ما يجري في دوما هو مجرد حرب استعراض عضلات وأن النهاية واضحة، وإن كنا نتمنى أن تكون الصورة غير ذلك. كنا نتمنى أن لا يدفع الشعب السوري مزيدا من الدماء، أن لا يدفع الأطفال مزيدا من الانتهاكات. لكن هذا يعني حقيقة ما يجري يقول أنا أن الدول العربية والدول الإسلامية والدول الإقليمية المحيطة هي الخاسر الحقيقي إذا لم يتم المسير باتجاه تشكيل ضغط بشكل أو بآخر على المجتمع الدولي من أجل اتخاذ وضع حقيقي باتجاه الغطرة الروسية التي تقود الأسد نحو أن يصبح عميلا بامتياز من أجل زعزعة الأمن في المنطقة. داعش ولا التطرف انتهى، لكن من الذي سينهي نظام بشار الأسد من أن يتحول إلى نظام ميليشيا على غرار حزب الله على الحدود المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي؟ الأمين العام للتيار الوطني السوري الدكتور حسان الشلبي، شكرا جزيلا لك.